اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا، ولم يبلغه غيرنا. كم من إخواننا وأخواتنا تمنوا أن يبلغوا رمضان وما بلغوا رمضان. لك الحمد أن بلغتنا رمضان، تقبل ممن استشهد من إخواننا، ممن استشهد من أخواتنا وكانوا يتمنون أن يبلغوا رمضان. اللهم اكتب لهم أجر رمضان يا رب الأنام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كما بلغتنا هذا الشهر المبارك، كما أكرمتنا ومددت بأعمارنا وأصححت أبداننا وحفظتنا وأمنتنا في أوطاننا وديارنا ومساجدنا. اللهم إنا نصلي في بيتك وندعوك في بيتك، وأهلنا لا يجدون مسجدا يصلون فيه. اللهم لك الحمد، لك الحمد على كل شيء يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر كما بلغتنا البداية، أكرمنا بالختام وأنت راض عنا. أختم لنا رمضان وقد أقررت عيوننا بنصر وفرج ورحمة للأمة يا رب العالمين. اللهم أعنا فيه على الصيام، أعنا فيه على الصيام، أعنا فيه على القيام، أعنا فيه على تدبر القرآن، أعنا على حفظ البصر وحفظ اللسان. اللهم أعنا قونا، متعنا في أبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أبقيتنا. اللهم إنا ضعفاء، إنا فقراء، إننا مساكين، إننا مذنبون، دخلنا رمضان محملون بذنوب، محملون بعيوب، كلنا ذنوب، كلنا عيوب،
كلنا خطايا كلنا تقصير، إن طرحنا على بابك، إن كببنا على أعتابك، إنا عبادك الضعفاء الفقراء، من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، إن أبعدتنا من الذي يدنينا، افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الإجابة، اللهم إن أمة حبيبك الليلة تناجيك في أول ليلة، قلوبهم عند أهل غزة، أرواحهم مع أهل غزة، يناشدونك الآن رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يناشدونك الرحمة، الغوث 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 الغوث، أغثنا وأغث أهلنا، أغثنا وأغث أهلنا، اللهم كيف يصومون ولا بيوت لهم، كيف يفطرون ولا بيوت لهم، ولا طعام معهم ولا شراب لهم، اللهم تفطرت القلوب بأخبارهم، بلغت القلوب الحناجر، اللهم يا ربنا في أول ليلة من ليالي رمضان أنزل عليهم مددا وأمنا وسكينا، وأنزل على من قتلهم عذابا أليما، أنزل على من شردهم عذابا أليما، أرنا عجائب قدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر يا قوي يا منتقم يا رب العالمين، اللهم أعنا وثبتنا، اللهم قونا وأعطنا، اللهم أمددنا بمدد من عندك، فنحن ضعفاء فقراء، ما لنا حول ولا قوة، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، كما أكرمتنا وأدخلتنا أول رمضان، ثبتنا حتى آخر رمضان، ثبتنا يا رب الأنام يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.